مرض ملك من الملوك مرضا خطيرا، واجتمع الأطباء لعلاجه ورأوا جميعا أن علاجه الوحيد هو حصوله على كبد فتى فيه صفات معينة ذكروها له، فأمر رجال مملكته بالبحث عن فتى تتوفر فيه الشروط المطلوبة. وعندما وجدوه أرسل الملك إلى أبوه وأمه وحدثهما عن الأمر وأعطى لهما مالا كثيرا، فوافق على قتل ولدهما ليأخذ الملك كبده وليشفى من مرضه. ونادى الملك القاضي وسأله إذا كان قتل هذا الفتى حلالا ليتداوى الملك بكبده، فأفتى القاضي الظالم بأن قتل أحد من الناس ليأخذ الملك كبده ليشفى به حلالا. فأحضروا الفتى ليذبحوه ذبح الشاة، وكان الملك مضلا عليه، فرأى الغلام ينظر إلى جلاده ثم يرفع عينيه إلى السماء ويبتسم. فأسرع الملك نحو الفتى وسأله متعجبا: لماذا تضحك وقد أوشكت على الهلاك؟ فقال الفتى: كان يجب على والدي أن يرحما ولدهما، وكان يجب على القاضي أن يعدل في قضائه، وكان يجب على الملك أن يعفو. أما أبي وأمي فقد غرهما طعام الدنيا، فسلما لك روحي، والقاضي سألته فخافك ولم يخف الله فأحل لك دمي، وأنت يا سيدي رأيت شفاؤك في قتل بريء، ولكل هذا لم أرى ملجأ لي غير ربي، فرفعت رأسي إليه راضيا بقضائه، وأعلم أن الله أرحم بي من أبوي اللذان تركاني، فمتاع الدنيا قليل. وقاضي الأرض أشكوه إلى قاضي الأرض والسماء، وأنت يا ملك الدنيا فملكك لن يدوم، فهناك الحي القيوم يأتي بحق كل مظلوم. فتأثر الملك من قول الفتى وبكى وقال: إذا مت وأنا مريض خير من أن أقتل نفسا زكية. ثم أخذ الفتى وقبله وأعطاه ما يريد. وقيل بعد ذلك أنه لم يمضي على هذه الأحداث أسبوع حتى شفي الملك من مرضه. فالعبرة: من ترك شيئا لله عوضه خير منه. وعندما تنقطع بك كل الأسباب توجه لمسبب الأسباب، ونادي يا الله وارض بقضائه تسعد في الدنيا والآخرة، واعلم أن كل ما يحدث لك من الله فهو خير، فالله يعلم وأنتم لا تعلمون، وأنتم لا تعلمون. وبس كده يا سيدي، دمتم في أمان الله، صلوا على رسول الله، السلام عليكم.